بكم مشاهدينا الكرام بالنشرة الإخبارية لهذا الأسبوع على قناتكم فيوز تي في، والتي نرصد من خلالها آخر مستجدات النادي واستعداداته لمنافسات البطولة الوطنية. أما موضوع حلقة اليوم فهو الجولة 18 من منافسات البطولة الوطنية، الجولة التي ستعرف مقابلة نادي اتحاد الفتح الرياضي وخصمه نادي أولمبيك خريبكا. قام الفريق صبيحة اليوم بآخر حصة تدريبية له استعدادا لمقابلته مع النادي الفوسفاتي، وركز الإطار مصطفى الخلفي في هذه الحصة على كل من الجانبين التكتيكي والبدني. وستجرى المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط يوم غد الثلاثاء على الساعة 7 مساء. للتذكير فقد فاز نادي الفتح الرياضي بالمقابلة الأخيرة مع خصمه نادي مولودية وجدة، ومنه ارتفع رصيده إلى 26 نقطة محافظا على مركزه السادس من ترتيب البطولة الوطنية، في حين يحتل أولمبيك خريبكا المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة. وضيفنا لهذه الحلقة اللاعب رضا الجعيدي. رضا الجعيدي أهلا بك. أهلا. سؤالي لك رضا الجعيدي، كيف تمر أجواء الاستعدادات لمقابلة نادي أولمبيك خريبكا؟ احنا كان بريباو الماتش مزيان بلي كاليتي ديالنا وبلي بوان فابل بوان فور ديال الادفيرسير هو ليكيب ديال خريبكا. حنا في واحد لاسبيرال مزيانة خصنا نزيدو نخدمو عليها، و لو ماتش كونت خريبكا غادي يكون امبورطون. ما هي النصيحة التي أكد عليها الإطار مصطفى الخلفي بخصوص هذه المقابلة؟ الكوتش مصطفى الخلفي قالنا خصنا نبقاو في هذيك الديناميك ديالنا اللي مزيانة، و لي ديرني ماتش اون ليزا غاني افيك ان بون اسبري ديكيب، اون توجور ريفوني اون سكور اون اريف ريوشي ا غاني. دابا لو بروشان ماتش كونتر خريبكا قالنا سافا ايت ان ماتش ديفيسيل، باسكو خريبكا لور ديرني ماتش تاعهم عملوا لي ريزولتا مزيان، و حنايا اون دو ريبون بريزون في التيران وان شاء الله نجيبوا لا فيكتوار. اذا رضا، هل انت على اتم الاستعداد لخوض المباراه؟ وي جو سوي بري بور لو ماتش، كوم توت لي سيمين اون اساي دو فيزي لا فيكتوار ان شاء الله تو سباسرا بيان. اذا بالتوفيق وشكرا مره اخرى. شكرا. وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية مشاهدينا، موعدنا الأسبوع المقبل مع جولة أخرى، مباراة أخرى، وأخبار أخرى. إلى اللقاء، وحظ موفق لنادي اتحاد الفتح الرياضي.